نحن بالنصر منه أجبر. الله أكبر الله أكبر نحن بالخير والسلام أتينا، والكتاب الفرقان بين يدينا. جند الشيطان والشر أين؟ نحن جند الحق الذي ليس يقهر. الله أكبر الله أكبر. يا لها من رحلة شاقة من المدينة إلى بلاد الشام. أين نحن الآن يا عمرو؟ نحن الآن في معان جنوب بلاد الشام، وهي نفس المنطقة التي قتل فيها الحارث بن عمير رسول رسول الله، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالتوجه إليها أولا. وهل قرر أميرنا زيد بن حارثة ماذا سنفعل بعد ذلك؟ لقد تشاور مع صاحبيه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواح، وطلب منهما أن يشير عليه في المسير إلى العدو. فكان رأي جعفر بن أبي طالب أن نذهب إلى مكان اسمه مؤتة جنوب حصن الكرم. وماذا كان رأي عبد الله بن رواحة؟ لقد رأى أن نرتاح يومين هاهنا نستطلع فيهما من أخبار العدو ثم نسير على بركة الله. فأخذ برأيه أميرنا زيد بن حارثة. أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا بسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا في صومعة، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. كانت هذه وصية رسول الله للجيش يا أبا عمرو. هل سمعت عن جيش أكثر رحمة من جيش رسول الله؟ بل هو الرحمة المهداة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هؤلاء الروم وعرب الشام قد قتلوا رسل المسلمين واعتدوا على تجارتنا وقطعوا الطريق ما قاتلهم رسول الله، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لم يكن هناك مفر من المواجهة، والله المستعان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هيا بنا يا زيد نرح قلوبنا بالصلاة وندعو ربنا لينصر عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن. والآن ماذا سنفعل يا عمرو؟ لقد توقفنا هنا كثيرا ولا نعلم هل سنقاتل الروم وعرب الشام أم سنعود أدراجنا. انظر، ها هو أميرنا زيد بن حارثة يمسك راية رسول الله، ويبدو أنه سيخطب في الجيش. أيها المسلمون، لقد جاءتنا الأخبار أن القبائل العربية في بلاد الشام قد حشدت 100,000 مقاتل تحت قيادة مالك بن رافلة، وحشدت الروم 100,000 مقاتل تحت قيادة هرقل. ف
فما رأيكم؟ إن الحشد أعظم مما نتخيل. أرى أن نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فنخبره بحشود العدو، فإن شاء أمرنا بالعودة وإن شاء أمرنا بالقتال. أنا أرى أننا قد وطئنا البلاد وأخفنا أهلها، فلننصرف إذن. ما قولك يا عبد الله بن رواحة؟ لم نسمع رأيك بعد. يا قوم، والله إن الموت في سبيل الله الذي تخافون منه لهو الذي خرجنا من أجله، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، فإما النصر وإما الشهادة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا بد أن المسلمين قد فقدوا عقولهم. كيف لهم بمواجهة هذا الجيش الكبير من الروم والعرب؟ هذا ما كنت أتوقعه وأرجوه. لقد اغتر المسلمون بدينهم وأرى أن نهايتهم قريبة، وبعدها يزحف الروم إلى المدينة نفسها. ولكن دعنا نعترف يا سيدي أن مواجهة مثل هذا الجيش هي شجاعة لم يعرفها التاريخ من قبل. ماذا دهاك يا شيطان؟ انزل وقاتل معهم ما دمت معجبا بهم إلى هذا الحد. لا، ليس إعجابا يا سيدي، ولكن من المهم أن نقدر قوة أعدائنا حتى نعد لهم العدة. أصبحت حكيما، أغرب عن وجهي، عليك اللعنة. اللهم انصر عبادك المؤمنين. لا تقلق يا أبا عمرو، لقد طمأننا رسول الله على الجيش وهم منصورون بإذن الله، ويرحم الله شهداءنا. ماذا قلت يا زيد؟ هل قال النبي شيئا عن جيش المسلمين؟ قل لي أولا يا مسعود، ما الذي أخرك عن الصلاة؟ هل انشغلت بالتجارة مرة أخرى؟ لا والله، لقد كنت بعيدا عن مسجد الرسول فصليت في مسجد قباء. والآن أخبراني، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جيش المسلمين؟ لقد صلى بنا النبي صلاة الظهر ثم قام ليخبرنا بما أراه الله من المعركة بين المسلمين وأعدائهم. إذن فهي معجزة أخرى من معجزات النبوة. نعم يا مسعود، لقد أطلع الله نبيه على أحداث المعركة. أكمل يا زيد، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد استبسل أمير الجيش زيد بن حارثة ودخل في صفوف الأعداء وهو يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد رحمه الله. الراية لك يا جعفر، أنت أميرنا الآن. ما الذي يحدث يا ماركو؟ لماذا يكبر المسلمون؟ إن أميرهم قتل يا سيدي هرقل يا عظيم الروم، وهم يعدون ذلك شرفا عظيما. وهل يقاتل أميرهم بنفسه؟ بل هو في مقدمة الجند يا سيدي حتى يكون قدوة للجيش، ولو تخاذل وجلس في الظل لتخاذل الجيش ولم يقاتل بروح عالية. ماذا تعني يا ماركو؟ ليس شيئا محددا. انظر، ها هو أميرهم الثاني الذي يدعى جعفر يشق صفوف جيشنا كما فعل أميرهم السابق. فلتحاصروه بالمئات ولتسقط هذه الراية من يده. بسم الله. ارمي يا عبد الله، ارمي في سبيل الله. لا أستطيع التركيز، إن قلبي يعتصر ألما على جعفر بن أبي طالب. لا تحزن أخي عبد الله، فقد استشهد دفاعا عن راية رسول الله. يا إلهي، ها هو عبد الله بن رواحة يخوض في جيش الروم هو أيضا كما فعل زيد وجعفر. ثم قاتل عبد الله بن رواحة حتى استشهد أيضا رحمه الله. رحمه الله. ولمن كانت الراية بعده يا زيد؟ هل قال رسول الله لمن كانت الراية؟ لقد دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا على أصحابه، ثم قال لنا إن الراية أخذها سيف من سيوف الله.